الفراخ وانت صح ما بتزرعش فراخ، انت بتجيبها صغيره ربيها عندك تيجي واكلها، خلصت قصه الفراخ كده صح. انما مثلا هما لما بيجيبوا حيوانات الفلاحين فبيجيب مثلا يعني هل كله بيجيب صغير ويربي لغايه ما يكبر وياكل، ولا بيسيبها عنده تخلف حاجه ويجي جاي مربيها صح؟ فده اسمها ايه؟ كيب. كيب بقى ده اللي هو يرعى من اول البدايه خالص تتولد عنده كمان ويفضل يربي وياكل ويبيع، ودي تولد تاني ويجي جاي ايه مربي وهكذا، قصص كده يعني. فانا عندي الاثنين، عندي ممكن اقول احيانا ريز او كيب، ريز او كيب، ريز او ايه؟ او كيب. طيب يس and tomatoes and tomatoes. tomatoes يعني ايه؟ طماطم. and onions، onions ده اللي هو ايه؟ البصل. Egyptian farmers produce يعني ايه بقى produce؟ ينتج، هم بينتجوا. produce 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 ينتج. repeat after me. produce produce produce. many things you see in this table. احنا بنعمل ايه؟ يعني ايه produce؟ تمام، ينتج. بعد كده we produce many things. يعني ايه many things؟ اشياء كثيره. in this table in this table. ايه ده مستر؟ مش هو المفروض on the table؟ ها مستر مش المفروض table بنقولها معاها on؟ ازاي نقول ان؟ مش عارف انا والله. مين عارف؟ مين فاهم؟ يعني فاهم ليه؟ ليه قلنا ان وما قلناش on؟ هي الحاجة على الترابيزة متشالة ولا بنشتغل عليها؟ لما يبدو هو عمالة تقطع وتتبل وتعمل وتعجن وبتاع، أهو شايفين؟ شايفين؟ ودقيق الدباين ودي طماطم وبتاع، فكأن الترابيزة دلوقتي مكان أو مصنع. فإحنا المصنع ده بنقوله إن ولا أون؟ إن. إنما لو الحاجة متشالة ومتسابة فين فين يا ابني الفراخ؟ أون ذا تيبل، ده مكانها. فهمنا ليه قال ان هنا؟ والله ما انت عارف يا عم، والله صعبه صعبه اصلا مش عليكم اصلا، بس انا بفهمك ماشي. many things you see in this table in this table. let's eat. يعني ايه let's بقى؟ هيا بينا انا عاوز اكل. let's eat. يلا نجري. let's run. يلا نلعب. let's play. يلا نجيب القلم. let's get the pen. get the pen. let's get the pen. لسه برضه بتتعلم الاقلام برضه؟ كبرنا بقى خلاص صح؟ سنه ايه؟ انا كان ضهري كده، انا كنت بمشي كده، دلوقتي بمشي كده. ليه؟ بسبب الاقلام اللي بيوقعوها الطلبه وبقعد اجيبها لهم. يبقى ها let's eat. let's eat. يلا ناكل. عاوز اقول ماشي موافق. اقول لك ايه؟ اوكي. اقول لك ايه؟ اوكي. ليتس جو. صعب الكلام ده؟ الحمد لله. طب تعالى بقى بيقول لي ايه؟ think and write five things we grow in Egypt in five sentences. قول لي خمس حاجات بنزرعها في مصر، خمس جمل. هنقوله كده Egyptian. احنا قلنا المصري الفلاحين المصريين Egyptian ها farmers. Egyptian farmers بيعملوا ايه؟ grow cotton. grow cotton بيزرعوا القطن. طب مين يقول لي جمله كمان برضو عن حاجه بيزرعها الفلاحين؟ بص لما تيجي تكتب موضوع اختار حاجة عارفها. عارف انت خيار يعني ايه؟ لو عارف اكتبه. هو كيكامبر، هل انت عارفه؟
بختار حاجه عارفها. الرز، مال الرز؟ رز يعني ايه؟ رايس. طب ما انت عارفه اهو، يبقى تكتبها. يبقى كارتس، جزر، او النظر، يبقى نقوله كده ايجيبشن. تاني ايجيبشن، ها فارمرز، تاني برضو الجمله جرو، بيزرعوا ايه بقى هم؟ قال لي رايس. في الجمله الثالثه هي هي، بس بدال رايس هكتب كارتس، كارتس اللي هو الجزر. في الجمله الرابعه بدل نفس الجمله برضو، بدل كارتس مثلا هكتب شوجر كين، شوجر كين، شوجر كين ده اللي هو قصب السكر، شوجر كين، شوجر كين. نعم. هو عادي نقول فيجيتابلز؟ هو انا هقول لك ما بنزرعش خضار مثلا، فيجيتابلز اهي، فيجيتابلز، 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 اسمها ايه؟ فيجيتابلز. نعم. مش مشكلة. نقط يعني تالتة كارتس. الرابعة شوجر كين. الخامسة فيجيتابلز. خلاص كده يا شباب، ماشي. بصوا يا شباب، الهوم ورك النهارده مش هنتقل قوي معاكم النهارده، لسه الناس كده ايه بتفك الايه؟ ست. ايه؟ لا انتوا حد عندكم، انتوا عندكم دروس قبل ده؟ الساعة كام؟ تلاتة. خلاص الساعة كام؟ بعيد ولا قريب؟ اه فانت ماشي. حد تاني عنده درس قبل ده؟ الساعة كام؟ 4:30 بالظبط. ها؟ ما في ميعادنا بقى خلاص السبت، الاثنين قصدي. ماشي ماشي ماشي. الهوم ورك يا شباب بيج 5، او هنكتب على الجروب يا جماعه. الهوم ورك بيتكتب على الجروب والنطق بيتبعت والحصه كمان بتتبعت. حاجه فاتتك، حاجه عايز تفهمها تاني، بنبعتها على الجروب. تمام؟ في مشكله كده يا شباب النهارده؟ في حاجه صعبه؟ لا. اه خلصت. هنكتب على الجروب، نتابع جروب الواتس. نتابع جروب الواتس. محدش يقول لي انت ما قلتش في الحصه. الجروب دلوقتي هتلاقي الهوم ورك مكتوب، يبقى انا مش لازم بقى افتكر الواجب ايه، احنا محددين كل حاجه الصبح. ماشي، باي، اتفضلوا يا شباب.